بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. تمر علينا ذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، وهي تحمل في طياتها أبلغ الدروس والعبر في التضحية والفداء والدفاع عن الإسلام وقيمه ومبادئه الوضاءة. إن من عبر كربلاء ويوم عاشوراء تلك المواقف التضحوية والمقاومة لحرم سيد الشهداء الحسين وأصحابه الميامين عليهم السلام. فكل واحد من مخدرات أهل البيت اللواتي اصطحبهن الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى كربلاء وعشن وقائع ملحمة عاشوراء الدامية خير قدوة لنا، ونحن نخوض غمار الجهاد والمقاومة أمام الدكتاتور حمد ونظامه الفاسد. وما علينا نحن حرائر البحرين إلا أن نتعمق في هذه العبر والدروس وندرك أبعادها ومعانيها وتجلياتها، حتى نكون على بصيرة من أمرنا وفي معركتنا مع العدو الخليفي الذي لا ذم له ولا غيرة ولا يقيم للحرمات والكرامات والمقدسات وزناً. وتقف ابنة أمير المؤمنين عليهم السلام في صدارة هؤلاء النسوة اللواتي ضربن أروع الأمثلة في تحمل كل أنواع البلاء والمصاعب في سبيل الله. فها هي عقيلة الهاشميين تنادينا عبر العصور والقرون بأن نهب للدفاع عن الإسلام والوطن الذي يستصرخنا. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حرائر جزيرة المحرم.